السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس بالضرورة أن تكون عميلاً أو تنتمي إلى جهاز دولة معادية حتى تخدم عدوه. قد تقدم خدمات جليلة لهذا العدو وأنت تعاديه، سواء بخلال أفكارك التي لا تكون ناضجة فتدمر أوطانك وهي خدمة مقدمة للعدو، أو أن أفكارك الناضجة لا تختار لها الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب والشخص المناسب، فينقلب نفعها إلى ضرر فتخدم عدوه. لا يجب أن تظن نفسك أنك لست عميلا لجهة معادية، أو أنك لا تنتمي إلى جهاز يعادي دولتك، أو أنك لا تخطط مع مشاريع معادية، معناها أنك قد لست عميلا. فالعمالة ليست كذلك فقط، هناك عمالة غير معلنة وهناك عمالة معلنة، وهناك العمالة الغير المعلنة هي الأخطر، عندما تخدم عدوك من حيث تظن أنك تحاربه. الكثيرون يخدمون أعداءهم، يكون حاكما مستبدا لا يخدم بلده ولا يخدم مصالح شعبه، فهو يخدم عدوه حتى لو كان معاديه. وقد شهدنا الكثير من النماذج في هذا المجال. يجب أن نفهم جيدا أن العدو لا يحتاج دائما للعملاء المباشرين، بل قد يحتاج إلى أولئك الذين لا يرتبطون به. فيوجد من يخدم عدوه من حيث لا يدري، ويوجد من يخدم عدوه وهو يظن أنه يحاربه، ويوجد من لا يدري أن له عدو أصلا ولا يدري أنه يخدمه، ويوجد من يحارب عدوه ولكن بآليات تخدم العدو أكثر مما تضر به، ويوجد من يرتمي في أحضان الأعداء ويدمر وطنه. لذلك يجب أن تكون هناك استفاقة حقيقية ونصر للوعي الحقيقي، فلا يجب أن تكون عميلا لتخدم أعداء وطنك، فقد تقوم بأشياء نكاية في العدو وأنت تخدمه من حيث تظن أنك تحاربه. شكرا لكم جميعا.